فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمصلي أن يغمض عينيه لأنه يكون خشوعه أكثر حال ذلك؟ نعم. هل للمصلي أن يغمض عينيه لأنه يكون خشوعه أكثر حال ذلك؟ إذا كان أمامه ما يشغله يغمض عينيه لئلا ينشغل، أما إذا كان ما أمام شيء يشغله يكره تغميض العينين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.